بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل معلمنا مرقس اصحاح 6. فكركم انجيل مرقس 6 كان في قصه الخمس خبزات والسمكتين، وورا منها جت قصه دخول التلاميذ المركب اللي كانت بتغرق طول الليل، وتاخر ربنا يسوع له المجد عنهم، وبعدين جاي ماشي على المية في الآخر، ودخول السفينة وهدوء البحر. ده اللي عرضناه المرة اللي فاتت، واتفقنا ان ربنا يسوع له المجد لحكمة ما يعلمها ولا نعلمها، يسمح بضيقات وبتجارب ووقت مظلم وريح شديدة وبحر عالي، وممكن يستنى ساعة واثنين وخمسة وستة ويتأخر، إنما بيبقى حاسس بينا وسهران معانا، لكن هو شايف التأخير مصلحة. وبعدين يفضل دايما يقول أنا هو لا تخافوا ثقوا، يثبتنا، إنما ما يحلش المشكلة. فين لما يحلها بإيده عشان يتمجد في الوقت المناسب ويبان إن الكل شيء تحت السماء وقته. طبعا المعجزة دي أظهرت سلطان غير عادي، كونه يمشي فوق البحر ده مش شغل بشر، ودي ما جاتش عن أي أنبياء أبدا. هنا المسيح بيبان لاهوته أنه فوق كل إنسان، ويعني إشارة إلى تجسده. كمان كونه الريح والبحر بيخضعوا ليه، كأنها الطبيعة اللي احنا شايفينها جامدة ما فيهاش حياة، تسمع كلام عارفة خالقها وعارفة امتى تسمع كلامه وتخضع له. فمن صاحب السلطان حتى على الطبيعة الجامدة إلا إله الطبيعة وخالقها. نقف عند الآية 52 قبلها، يقول صعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية، لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. واحد يسأل إيه اللي ما فهمهوش عشان كان منتظر منهم تصرف آخر في المركب؟ يعني ليه حسب تصرف التلاميذ وانزعاجهم قلة إيمان؟ وليه معلمنا مرقس ذكر إن لو كانوا فهموا بالأرغفة ما كانوش قلقوا القلق ده كله؟ طب ده دي قصة ودي قصة، ده جو غير الجو. ده في الأرغفة الناس قاعدة في الجبل وما فيش خطورة، إنما في البحر في خطورة. في الأرغفة المسيح معاهم صاد عينيهم، في البحر المسيح مش صاد عينيهم. لكن كلمة لم يفهموا بالأرغفة، يعني ربنا بيدي دروس لو الواحد فهمها هيتقوى إيمانه وهيبقى قادر إنه يستقبل مشاكل أكبر ومآسي أكبر وأزمات أصعب. إنما ساعات الواحد يجي له الدرس لغاية عنده والخبرة دي يدقها وما يفهمش. يعني كأن ربنا كان منتظر منهم لما شافوا معجزة الخمس خبزات يتأكدوا إنه هو الإله الحقيقي القادر على كل شيء والمدبر كل شيء، فلما يدخلوا البحر يثبتوا، ما يتهزش إيمانه ويقولوا ماله، هو عارف بيعمل ايه، لازم هينقذنا في الوقت المناسب. لو كانت الأرغفة اتفهمت ما كانوش انزعجوا هذا الانزعاج. هم فرحوا بالأرغفة ووزعوا بأيديهم ولموا الكسر، وزي ما قلنا يمكن الأفف كانت قصاد عينيهم في المركب، إنما الأفف شيء والبحر الهايج شيء تاني، مش قادرين يربطوا. طب ما الأفف اللي قصادكوا دي تقول إن الحكاية ليها حل، وإن مش معقول ربنا اللي اهتم يأكل الناس عشان ما يروحوش جعانين هيسيب حبايبه يغرق. ما تجيش ما تفهموها، مش ممكن هيسيبكوا تغرق، والدليل قصاد عينيكوا الأفف اتبلت أهي عشان تفكركم كل كسرة خبز طالعة في المركب بتقول إن المسيح مش هيسيبكم. أنا مش راضين يفهموا. معلمنا مرقس ذكر كلمة تعبير
لم يفهم أو غير فاهمين حوالي 5-6 مرات، والترجمة في إنجيل لوقا أغبياء. يعني إيه؟ ساعات الواحد فينا تبقى الرسائل واضحة بس مش راضي يفهم، ما بيستقبلش. صدقوني في رسائل واضحة، في معجزات في حياتنا، في دروس صريحة، في مواقف بيبقى ربنا واضح زي الشمس. إنما الواحد ياخد الموقف على قده كده، وأول ما يخلص يلغيه من حياته ويدخل على حياة تاني كأنه مش هو اللي كان في الموقف. طب أنت لو كنت فهمت كنت لازم هتطلع سلمة في الطريق الروحي في إيمانك، كنت تدخل على الموقف اللي بعده أو على الامتحان اللي بعده وانت أقوى. يمكن نعتبر التلاميذ نجحوا في الاختبار الأولاني إنما ما نجحوش في الاختبار الثاني. اختبار الخمس خبزات قال لهم روحوا رصوا الناس، حاضر. سمعوا الكلام ورصوا الناس ونظموهم خمسينات وميات، ويجوز جواهم ملأ، إنما سمعوا الكلام طلعوا شاطرين، وزعوا على الناس، خدوا ووزعوا، فحصلت معجزة وشافوها بعينيهم وبإيديهم لمسوها. الامتحان اللي بعده كان أصعب شوية. المسيح بيقول اثبتوا، ما تتهزوش، مش هيحصل حاجة، بس خلي البحر عالي شوية، خلي الريح هايج، مفيهاش حاجة، مش هيحصل حاجة. لا، ما قدروش بقى يستحملوا الموقف ده كتير، وصرخوا من خوفهم صرخوا. عشان كده ربنا يسوع له المجد في بقية الأناجيل وبخهم وقال لهم يا قليل الإيمان لماذا شككتم؟ ليه تشك؟ ما أنا هو بتاع الأرغفة، هو القادر، أنا هو المدبر، هو المحب، هو ما تغيرش. إذا كنتوا فهمتوا الدرس الأولاني كان لازم تدخلوا على الدرس الثاني بهدوء. فالرسالة لينا هل نفهم بالأرغفة؟ يعني إيه؟ في حياة كل واحد فينا في قصص مشابهة، في أرغفة، في أفف. في حياة كل واحد في ذكريات لعمل الله، في مواقف صعبة وربنا تدخل بشكل واضح، ويمكن لما تيجي تحكيها الناس ما تقتنعش، إنما أنت حاسس إنها زي المعجزة، خلاص ما تحكيش، كفاية عليك أنت وربنا. طب هل الإحساس ده ما يسندكش لما تدخل في موقف تاني؟ المفروض يسندك لو كنت فهمت. لم يفهموا بالأرغفة، تعبير يوبخنا كلنا، لأنه ياما أرغفة وياما مواقف وياما حالات الواحد ممكن يشوف فيها ربنا وبعدين يرجع يقلق. تقلق؟ ده اللي يشتغل مع ربنا ده مش مفروض يقلق أبدا. تقلق على إيه؟ هو في أكتر من 5000 غير ستات وعيال، معكوش غير 5 ترغفة، أهو ده اللي يجيب قلق. هيتحلت، اتحلت بشكل جميل أوي، وفاض كمان. خلاص بقى نلغي القلق من حياتنا ونعيش في سلام، ونخلي ربنا بقى هو اللي يستلم كل حاجة. إنما الإنسان ضعيف ما يفهمش بالسهل، لأنهم لم يفهموا بالأرغف. طب ليه واحد يفهم واحد ما بيفهمش؟ ليه واحد يلقط على طول الحس والخبرة دي تقعد جواه، واحد مخه على قده الناحية الروحية طبعا دي ملهاش دعوة بالذكاء ما يلقطش. يقول إذ كانت قلوبهم غليظة. شوفوا حتى التلاميذ اتقال عليهم كانت قلوبهم غليظة. فالواحد يعني كلام ده يدينا رجاء إذا كان ربنا اختار تلاميذه، والكتاب قال إن حتى قلبهم كان ناشف. طيب ده احنا يعني لما قلبنا ناشف ربنا يشتغل برضه، ويعني بطولة باله يحنن قلوبنا شوية لغاية ما قلبنا يبقى طري. لكن لما يتهم التلاميذ ان قلوبهم غليظة، ده معناه ان كان ليهم لسه فيهم حتة يهودية كده. اليهود هم اللي كانوا ملقبين بغليظ الرقبة، الحتة الثانية غليظ القلب. يقول لأن عيونهم قد طمست وآذانهم قد ثقلت، لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويرجعوا فيهم، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. قلبهم ناشف. ساعات الواحد من كتر اهتمامات الدنيا قلبه ينشف، قلبه يأذى، قلبه يبقى غليظ. فيبقى ربنا بيبعت رسائل إنما نازلة زي قطرات المطر على صخر، ففين لما تفتح مجرى.
لكن برضه ربنا قادر وطويل البال، اشتغل يوم واثنين وسنة واثنين لغاية ما يفتح سكة. لكن لو قلبنا طري، لو قلبنا لحمي، لو قلبنا كده روحي بحب ربنا، الفهم أسرع، الفهم يبقى أسرع في القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، يفهم الدروس بسرعة. إنما في قلب ما بيفهمش بسرعة لأنه غليظ. لما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارة وأرسوا، وصلت المركب بالسلامة وانتهت الليلة الصعبة دي، وإن كانت تركت ذكرى في حياة التلاميذ لا يمكن ينسوها. شافوا المسيح بيتمشى على البحر، وحسب معلمنا متى بطرس كمان نزل يتمشى معاه، فده مش هيتنسي طول العمر. منظر المسيح وهو ماشي فوق الموج ده منظر يعني بيدي نوع من الراحة عجيب. فليعلى الموج وليهيج البحر، ده المسيح بيتمشى فوق، يبقى مفيش مشكلة. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. خلي العالم يهيج براحته، إنما المسيح فوق. ولما خرجوا من السفينة للوقت عرفوه، منين ما بيروح المسيح كل الناس بتعرف، فعلى طول تتلم عليه الجموع. فطافوا جميع تلك الكورة المحيطة وابتدأوا يحملون المرضى على أسرة إلى حيث سمعوا أنه هناك، وحيثما دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع وضعوا المرضى في الأسواق وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو هد بثوبه. من كتر الزحمة بقت الناس مش عشمانة تقف وتحكي مع ربنا وتعرض القصة وتحكي تاريخ المرض، لا، الحكاية بقت بالكوم بالألفات. فبقت الناس بتقول له بعضها بس تلمس طرف جلابيته، مين اللي علمهم حكاية هد بالثوب نازفة الدم؟ شوفوا، واحدة بس يكون إيمانها قوي تفتح باب للأجيال ورا منها. بقت كل الناس قالت ايه، مش لازم تحكوا، مش لازم تاخدوا حتى كلمة، مش لازم حتى لمسة من ايده، بس الشاطر يلمس هد بثوبه. وبهذا الإيمان ألفات خف. طبعا البركة هنا كمان تعود إلى نازفة الدم اللي بدأت القصة دي، إنما ربنا له المجد في كل القوة والمجد ونبع كل الخيرات. يقول وكل من لمسه شفي. آية جميلة، كل من لمسه شفي. طب وانت كمان ما نفسكش؟ هتقول لي اطوله منين دلوقتي؟ ده فات عليه 2000 سنة. يقول لك عيب تبقى أرثوذكسي وتقول كده، مش كده؟ انت بالذات قدامك مش تلمسه، قدامك ايه؟ تاكله اكل. واحنا بتوع لمسة، ده احنا اكتر من اللمس. طب بأي إيمان تقترب من التناول؟ بأي خشوع وبأي تواضع وبأي فرح وانت مقرب من جسد الرب ودمه؟ فانت لازم تبقى فرحان جدا، ويبقى في بالك الآية البسيطة دي، كل من لمسه شفي. طب ادخل في الطابور حد طايل، لكن عندك الإيمان ده ولا ما عندكش؟ عشان كده وقت التناول تلاقي الكنيسة كلها بتتهز بكلمة ايه؟ أمين، أؤمن. لأن اعتراف الإيمان هنا أهم شرط لقبول هذه اللمسة المقدسة، كل من لمسه شفي. صح 7. واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم. كل اللي فات ده ما زلنا في الجليل فوق، كفر نحوم وقانا الجليل وناصرة الجليل والحتت الفلاحين البسطة اللي تربى فيها ربنا يسوع، وكل القرى اللي فوق دي قرى فلسطين زمان بقت بتجري ورا المسيح من اما يروح. طبعا الحكايه سمعت فين؟ في اورشليم. بقى اورشليم ساعتها دي مدينه الاغنياء ومدينه الفريسيين والكتب البهوات ورجال الدين اللي هم قيل عنهم في مثل الراعي سراق ولصوص. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع له. كان على رؤساء الكهنة ومعلمي اليهود في الوقت ده اللي كلهم مصالح. فالموضوع كبر لدرجة بعثوا لجنة تحقق من أورشليم للجليل يشوفوا حكاية المسيح ده
اللي الألفات بتمشي وراه وبيقولوا بيعمل معجزات من كل نوع، والناس بتقول ده المسيح، والناس بتقول أقلها نبي. فطلعين بقى لجنة من الكتبة عشان يشوفوا الحكاية. اجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم، ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة أي غير مغسولة لاموا. يجوز الناس دي شافت معجزات، ويمكن بعضهم سمع تعاليم المسيح له المجد المثالية، سابوا ده كله ووقفوا عند ايه؟ ازاي وازاي تلاميذك شدوا تينة ولا حاجة من على الشجرة وكلوها، ما غسلوش ايديهم ازاي؟ دي مش ناحية نظافة، ده دي ناحية تقصية عند اليهود، ومش تقصية يعني في الشريعة، لا، هم معلم اليهود الرباي بتوعهم دول ابتدوا يعملوا حاجة اسمها التقليد على هواهم. تقليد الشيوخ ده عبارة عن آراء وفتاوى الجماعة شيوخ اليهود، الحسواكة بقى والحرفية، اللي ياخدوا وصية ربنا ويقعدوا يطلعوا منها فتاوى، ودخلوا في متاهات، فبقوا معذبين الناس لازم ولازم ولازم ولازم. يعني في شريعة تطهير صحيح، وفي شريعة اغتسال، وفي حاجات زي كده، بس هاتي، والغرض منها الإشارة دايما للتطهير الداخلي وتطهير القلب والتوبة قبل القرب من ربنا، معاني روحية جميلة. هم سابوا الكلام ده واهتموا بالحرفيات جدا، وأضافوا عليها في تفسيراتهم الكثير. فكل اللي وقفوا عنده حكاية ان التلاميذ بيأكلوا بإيد دنسة. إيد دنسة يعني غير مغسولة، مش إيد دنسة يعني عملت شر. لامه، لامه يعني يبقى ده معلم بطال، ويبقوا اللي ماشيين وراه غلط، ويبقى كل الحكاية غلط في غلط، ويبقى ايه، هيكتبوا التقرير ان المسيح ده مش مسيح ولا نبي ولا حاجة. ليه؟ بناء على يعني اعتباراتهم وتقييمهم اللي بيحصل غلط. معلمنا مرقس لانه بيكتب كتابه، بيكتب انجيل مرقس لجماعة رومان، هما ما عندهمش الخلفيات اليهودية، هنا بقى يحب يفسر لهم ايه بقى الصراع اللي بين المسيح له المجد وبين الجماعة دول. فيقول لان الفريسيين وكل اليهود ان لم يغسلوا ايديهم باعتناء لا يأكلون، متمسكين بتقليد الشيوخ. يبقى دي مش وصية كتابية، انما ده نوع من التقاليد اللي اقترحوها واضافوها الشيوخ. فالآية دي نمرة ثلاثة، دي حاجة بس عشان القارئ العادي اللي مش عايش في المجتمع اليهودي ما يستعجبش، يقولوا هي دي قضية يعني، بالنسبة لهم دي قضية. ومن السوء إن لم يغتسلوا لا يأكلون، وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك به، من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة، حتى السرير حموه، يغسلوا السراير بطريقة يعني حرفية غريبة، يجوز السراير نحاس يعني. ثم سألوا الفريسيين والكتبة، هنا بقى اعترضوا، لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة؟ اعترضوا عليه وقالوا له تلاميذك ليه مش بيغسلوا ايديهم زي تقليد الشيوخ؟ لو كان المسيح لو المجد شخص عادي يمكن كان كش، لو شخص عادي وايه دول جايين له بقى ايه، دول الكتبه بتوع اورشليم، دول قمه المجتمع الديني، دول الناس اللي هتطلع التقرير فوق لرؤساء الكهنه وهيحددوا، يقولوا للناس امشوا وراه، يقولوا للناس سيبوه. لو هو شخص عادي يمكن كان خد ودة معاهم، انما هنشوف اجابة المسيح له المجد. قال ايه؟ اجاب وقال لهم حسنا تنبأ اشعياء عنكم، انتم المرائين كما هو مكتوب. ده ما اول هجوم بقى ايه، صريح جدا وعلى كبار رجال الدين. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. دي هتلاقوها في أشعياء 29. يعني إيه؟ يعني سبق أشعياء وتنبأ
عن الشعب اليهودي وقال الشعب ده يعرف يقول كلام كويس عن ربنا، إنما القلب مش نظيف والقلب مش عاوز ربنا، بعيد تماما عن ربنا. واحد ممكن يقول أنا لما رجعت للنص في أشعياء لقيت الألفاظ مختلفة، يا ترى إيه سبب إن النص اللي في أشعياء هنا مختلف شوية عن الآية اللي ذكرها المسيح؟ دي ليها خلفية تاريخية أحب تعرفوها. قبل المسيح له المجد بزيادة عن 200 سنة كان جه واحد اسمه بطليموس، راجل مثقف جدا روماني وكان امبراطور العالم، وعمل حاجة اسمها ترجمة كل الكتب إلى اليونانية. فكان من أهم الكتب اللي انشغل بترجمتها ترجمة كتاب اليهود اللي هو العهد القديم قبل المسيح بفترة مش كبيرة. فجمع 70 شيخ يهودي اللي منهم سمعان الشيخ، يعرفوا عبري كويس، يعرفوا لغة العهد القديم كويس قوي كشيوخ يهود، ويعرفوا اليونانية اللي في زمانها اليوناني القديم ده كويس قوي لأن لغة العصر. وقعدهم حوالي سنة وزع عليهم أسفار العهد القديم وبقوا يراجعوا على بعض بمنتهى الدقة عشان يطلعوا أول ترجمة للعهد القديم اللي بنسميها الترجمة السبعينية. والترجمة السبعينية انتشرت في الفترة اللي قبل المسيح له المجد أكثر من الأصل العبري، لأن بقت اللغة بتاعتها متداولة أكثر وبقت الناس بتحفظ عنها أكثر، لدرجة أن الآباء الرسل في جيل ربنا يسوع له المجد كانوا بيقروا العهد القديم من الترجمة السبعينية أو بيقولوا الآيات من الترجمة السبعينية. ومن هنا لما جت الترجمة مثلا عربي أو غيره بقى تلاقوا في اختلاف بسيط في اللفظ ومش في المعنى بين الأصل العبري وبين الترجمة اليونانية، يعني نفس المعنى لكن الألفاظ مختلف. زي ترقيم المزامير تلاقوه مختلف شوية لأن في الترجمة السبعينية في مزمور فكوه اتنين وفي مزمور رجعوه تاني، ويعني ضموه على بعض فرجعت الأرقام 150، بس في النص تلاقي ايه في العبرية 50 في اليوناني 51، يعني اختلاف الترقيم جه من هنا برضه. فلما تلاقوا النبوة المستخدمة في العهد الجديد مختلفة في ألفاظها عن الأصل في العهد القديم عرفوا ان ده فرق ترجمة، لأن في زمن المسيح له المجد كانت تستخدم السبعينية اللي هي الأصل اليوناني للعهد القديم أكتر من الأصل العبري. بس دي ملحوظة على الماشي عشان ما حدش يقول أنا لما رجعت للآية في أصلها لقيتها مختلفة في كلمة أو حاجة. هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. إذن مش ربنا يسوع اللي قال لهم انتوا عبادتكم باطلة، ده أشعياء نبي اليهود قبل المسيح بثمان قرون قال لهم عبادتكم باطلة لأن انتوا مش ماشيين ورا كلام ربنا، ماشيين ورا وصايا ناس. حتى لو كانوا شيوخ اليهود هم غيروا في الوصية حسب هواهم وفتاويهم وطلعوا تقاليد ووصايا هي مش وصايا ربنا، هي بقت وصايا الناس. فقال لهم انتوا كده باطلا تعبدون الله. اذا ربنا يسوع واجه مواجهة صريحة جدا واصطدم مع الفكر اليهودي المتشدد في الوقت ده لما جايين يقيموه ولموه عشان تلاميذه ما بيغسلوش ايديهم، قال لهم استنوا بقى أشعياء كان معاه حق، انتم اصلكم مرائين. مرائين دي صفة صعبة لكن هي تنطبق تماما على الكتب والفريسيين، وفي إصحاح كامل في إنجيل متى يقول أيها الكتب والفريسيون المراؤون. الرياء معناه إيه؟ الرياء أن ليك منظر رؤية غير الحقيقة، أنك بتتجمل أنك من بره شكل ومن جوه حاجة تانية. الديانة اليهودية انحرفت في الاتجاه ده، بقت القصة كلها تمثيلية وبقت الناس الشاطرة هي اللي تعرف تمثل كويس التقوى، لدرجة يقول لعلة يطيلون الصلوات، يعني لما يطولوا الصلاة ليه؟ عشان الناس تقول بيطولوا الصلاة فدول ناس كويسين، إنما واقف في الصلاة صار حتى هو بس بيطول وخلاص، عاوز يضرب رقم قياسي في يعني
وقت الصلاة. طبعا ده كله بقى تمثيلي. فقال لهم بصوا أشعياء اللي قال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. خطية الرياء خطية ترافق كل المتدينين، يعني بتحاربهم. يعني عندنا حتى في الكنيسة الأولى في أعمال 5 كنيسة لسه طالعة زي الفل وكل الناس أتقياء بصدق، إنما يطلع لنا رجل ومراته حنانيا وسفيرة كان عندهم شوية رياء. شافوا كل الناس الحلوة بتبيع اللي عندها وتجيب الفلوس تحط تحت رجلين الرسل، وبقى شكلهم جميل قوي قدام ربنا وقدام الناس. باعوا الدنيا وحطوا الفلوس تحت رجلين الرسل، والرسل يوزعوا كما يكون لكل واحد احتياج. منظر حلو قوي، انما هم بيحبوا الفلوس وهم مش قد الحركة دي. محدش قال لهم بيعوا، قاموا راحوا باعوا الحقل اللي حالتهم، وبعدين ايه خنصروا من الفلوس، شالوا شوية فلوس وجابوا شوية صغيرين. بطرس طبعا بالروح القدس فيه، فقال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ هو انتوا بتكذبوا على الناس ولا على ربنا؟ انتوا كده بتكذبوا على ربنا. وحد قال لكم بيعوا؟ ولما بعت حد قال لكم هاتوا؟ انتوا مش بتكذبوا على الناس، بتكذبوا على ربنا. اصعب ما في الرياء انك انت بتضحك على مين؟ بتضحك على ربنا؟ بتكذب على مين؟ طب انت تجمل في عينين الناس، طب وربنا؟ هو ربنا هيتغش؟ هو ربنا هيصدق في قولة شوية الاختسالات دي والقلب مليان لخبطة؟ ربنا بيضحكش عليه. فالرياء معناه محاولة الكذب على الله نفسه. انت بتكذب على الناس وتتجمل، وكمان عاوز تكذب على ربنا وكأنك هتخدع ربنا وتقول له شايف ربنا كويس ازاي؟ كويس ازاي وانا مش شايف قلبك؟ قلبك مش كويس. فهنا ربنا يسوع قال عليهم لفظة المرائين، وقال عليهم نبوة اشعياء: باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، لانكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس. سبتوا الوصية الاصلية وبقيتوا مسكين فيما قاله الشيوخ. طب كلام ربنا، غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخر كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم: حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم. طبعا الآية دي مش خبرية، يعني مش متاخدوهاش كده كأن ربنا بيقول شاطرين، لا، هو هنا بيسخر منهم أو يعني نوع من الاستنكار، يسموه استنكار. يعني إيه بقى؟ ترفضوا كلام ربنا وتتمسكوا في كلام ناس؟ حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم. فانت لازم تتخيل المسيح بيقولها ازاي عشان تفهمها، لان في واحد ممكن ياخدها كده يقول معقول ربنا بيقول حسنا رفضتم وصية الله؟ لا، ما تفهمهاش في حرفها، افهمها في روحها في تسلسل الكلام. ده هو بيقول لهم بيستنكر بقى، تسيبوا كلام ربنا وتمسكوا في كلام بشر. لان موسى هديهم مثل، مثل ازاي تخطوا الوصية بوصايا الناس ومسكوا في كلام بشر. موسى قال اكرم اباك وامك، طبعا موسى قال يعني ده كلام ربنا على فم موسى، ومن يشتم ابا او اما فليمت موتا، يموت. دي وصية ربنا. يقوم هما بقى يحوروا فيها ازاي، يقولوا اما انتم فتقولون، هنا غيروا بقى، هيقولوا ايه؟ إن قال إنسان لأبي أو أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني. برضو تلاحظوا قربان أي هدية دي، لو مرقس كاتب لليهود ما يقولهاش، ليه؟ ما قربان معروفة عند اليهود، إنما بالنسبة لجماعة أمميين يعني إيه قربان؟ فيفسر يقول قربان يعني هدية، عشان بيكلم ناس أجانب، بيكلم ناس مش عايشين في المجتمع اليهود، فبيفسر زي ما فسر قولت هم اليهود زعلانين ليه من حكاية الغسيل، فبيديهم الخلفية. قربان أي هدي هو الذي تنتفع به مني، فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبي أو الأم. يعني يجي شاب متدين كده يسأل شيخ اليهود ويقول له إيه؟ قل لي أعمل إيه لأبويا وأمي عشان أكرمهم حسب الوصية. يقول له يا ابني تجيب خروف لينا في الهيكل
الهدية دي هتروح صدقة لصالح أبوك وأمك، بمعنى إيه؟ تقدمها ربنا في الهيكل وإحنا ناكل براحتنا وإنت تبقى عملت اللي عليك تجاه والديك. يا سلام، كده يبقى فقال لهم إنتوا عملتوا إيه؟ عشان يستنفعوا طبعا، وغيره بقى غير الخرفان كل أنواع القرابين والهدايا. فقال لهم إنتوا كده أبطلتوا وصية ربنا، كلها بتفكروا في مصالحكم وطلعتوا آرائكم الشخصية اللي عطلت الوصية. بقت الناس بطلت تكرم والديها وبتقول لا أنا ضميري مرتاح، أنا سبت في الهيكل فلوس أو قربان فعملت اللي علي. فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبي أو لأم، مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه. يعني إيه؟ يعني أحيانا يسلم تقليد خطأ. ده في اليهود بقى تطلع فتوى، وفتوى غلط مش ماشية مع روح الوصية، وتتنقل من جيل لجيل. إنما هل هي ماشية مع روح الوصية ولا لا؟ برضه عشان محدش يقول إيه إن هل تقليد الكنيسة غلط وينطبق عليه كلام. لا طبعا. ليه؟ تقليد الكنيسة ماشي بنفس روح وصايا الكتاب في كل شيء، ولو وجد تقليد يتعارض مع نص صحيح، نص صريح في الكتاب المقدس، يراجع هذا التقليد أو يبطل. واخدين بالكم؟ يعني إيه؟ كنيستنا تقليدية عندها حاجات كثيرة مستلماها، هذا الاستلام ماشي مع روح الكتاب فمفيهوش أي تعارض. فما يجيش واحد يقول اهو ربنا ضد التقليد، استنى بس، ده ضد تقليد الشيوخ بتاع اليهود لانهم ابطلوا وصية ربنا بكلامهم. وهل احنا بنبطل وصايا ربنا بتقليدنا؟ هل لما عملنا مثلا طقس اسبوع الالام ده احنا استلمناه مش موجود بحرفه في الكتاب، يعتبر تقليد، هل هذا التقليد ضد روح الوصية؟ طبعا لا. بيقول ينبغي ان يصلى كل حين. طب احنا عملنا ايه في اسبوع الالام او طول السنه غير ان احنا عاوزين نحاول نصلي كل حين؟ يبقى احنا مش ماشيين ضد الوصيه. لما بنقول لك المجد والقوه والبركه والعزه، ما عملناش غير ان احنا خدنا من الانجيل وبقينا نقولها طول الوقت، موجوده في سفر الرؤيا. فمحدش يطلع يقول ايه اذا المسيح كان ضد التقليد. لا، ما تستعجلش كده وما تنطش وما تبقاش داخل عدواني لأن ليك غرض. لا، افهم النص وشوف كان بيتكلم عن ايه الأول. هنا كان تقليد الشيوخ اليهود، وصايا مسلمة من البشر تعطل أو تبطل وصية الله، هو ده اللي المسيح له المجد بيعترض عليه. بدليل ان شفنا قبل كده في انجيل مرقس لما المسيح شفى الأبرص قال له اعمل ايه؟ روح أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أوصى به موسى. المسيح مش ضد الوصي ومش ضد المسلم، لا، هو ماشي على النظام، لكن الحاجات الغلط اللي دخلت هو اللي بيقاومها ربنا يسوع. ثم دعا كل الجمع. لما بقى السؤال ده بين الكتبة وبين ربنا يسوع أثار قضية التقليد والوصايا والكتبة والفريسيين، ربنا يسوع حب يفهم الناس المادة عشان يراجعوا كل مفاهيمهم. دعا كل الجمع وقال لهم اسمعوا مني كلكم وافهموا. إذن دي حاجة مهمة بقى قوي، حاجة مهمة خالص هيعلنها المسيح دلوقتي. أثرها سؤال الكتبة وصدامهم مع المسيح. إيه اللي هتقوله لنا يا رب؟ ليس شيئا من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه. ده بقى تعليم المسيح وتعليم الكتاب. ليس شيء إذا دخل من خارج الإنسان إذا دخل فيه، يقصد الأكل، يقدر أن ينجسهم. ما اعتبروا لما التلميذ من دول خد ثمرة من الشجرة وكلها من غير ما يغسل إيديه يبقى نجاسة. النجاسة عندهم قواعد صعبة قوي في الموضوع ده، الاغتسال بطريقة معينة ولو ما عملش كده مقدرش يأكل ولا يشرب شغلان. قال لهم الموضوع مش كده، مش اللي بيدخل الإنسان بينجسه. الأكل ما كانش فيه غلط، الأكل مش مفيهوش حاجة وحشة عشان ينجس الإنسان، لكن الأشياء التي تخرج من الإنسان هي التي تنجس الإنسان.
فكركم بقصة في أعمال 10 لما معلمنا بطرس كان يهودي لسه، بس طبعا بقى مسيح وبقى رسول وحل عليه الروح القدس وبقى يبشر اليهود. ربنا يسوع له المجد كان عاوز يدخل بيت كرنيليوس. كرنيليوس ده قائد ماء واسم. بطرس لسه في بقايا أفكار يهودية، فلو قال له روح لكرنيليوس يعني شوي، فقام جاب له الملاية اللي عليها كل أنواع الحيوانات والزواحف وحاجات كتيرة ممنوعة ومفروض، والصد يقول له إيه؟ ما قدسه الله لا تنجسه أنت، عشان محدش يفتكر إن دي كانت إضافة في سفر الأعمال. لا، ده قالها المسيح بدري هو في مرقس 7، بس هم ما استوعبوهاش، بدليل إن بطرس كان لسه بيقاوح ومش قادر يقول لم يدخل فمي شيء نجس ما أو دنس. فربنا يقول له يا حبيبي أنا بقول لك اللي ما أقدسه ما تنجسوش، أنا بقول لك قوم وكل، ما يهمكش. الحكاية الغلط مش في الأكل، الغلط جواك. إذا ربنا يسوع له المجد أعلن تعليم في حرية، حرية العهد الجديد، حرية مجد أولاد الله. الحكاية مش أكل وشرب، الحكاية في الأصل جواك إيه؟ ليس ما يدخل الإنسان ينجسه، بل ما يخرج منه ذاك ينجس الإنسان. يعني إيه يا رب ما يخرج منه؟ يشرح. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، دي بيقولها المسيح له المجد لما يحدد كده معاني هامة جدا نعيش بيها، فبيقول فتحوا دنكو كويس. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، يعني ركزوا في الموضوع ده لأنه على أساسه هتتصرفوا في سلوكيات كتيرة أو ممكن تتغير بالأساس ده. ولما دخل من عند الجمع إلى البيت سألوا تلاميذه عن المثل، قالوا له رب معلش عايزين نفهم حكاية يدخل من الإنسان ويخرج منه، ده ينجس وده ما ينجس، إيه المقصود؟ فقال لهم أفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين؟ تاني مرة يقول برضو مش فاهمين، لأن هم فكرهم اليهودي المتزمت مسيطر عليهم، قلبهم الضيق اللي بيكره الأمم وبيكره الطبيعة وبيحبوا نفسهم زيادة وشايفين نفسهم إن الحرفيات دي هي اللي هتقدسهم، فكر ضيق. فقال لهم برضو لغاية دلوقتي مش فاهمين. يبتدي ربنا يشرح أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه لأنه لا يدخل إلى قلبه. فاهمين الفلسفة الجميلة دي؟ الأكل بيروح على فين؟ على المعدة والمصارين وعلى برة بعد كده، بدل ما بجاش ناحية القلب يبقى ما يضرش. هو اللي يهم ربنا طلع القلب، اللي دخل على جسمك على عادي ده ما يفرقش، يفرقش مع ربنا في حاجة. فبيقول لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف ثم يخرج إلى الخلاء وذلك يطهر كل الأطعمة. يعني القاعدة دي تجعل كل طعام حلال. هما ايه بقى الغلط يا رب؟ بدل كل حاجة داخلة ما دخلتش على القلب، محدش بيأكل بيهضم في قلبه، لكن بيهضم في مصارينه وخلاص، فالموضوع مش واقف على موضوع الأكل. ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان ذاك ينجس الإنسان. تقصد ايه يخرج يا رب برضه؟ لألا يظن يعني تفكير برضه في الأكل، لا، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الزنا، الفسق، القتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. طبعا دي نقلة كبيرة في تاريخ البشرية. لما ربنا يسوع له المجد يجعلنا نركز على القلب ونفهم معنى الشر. الشر مش في الأكل والشرب ولا في الجسد اللي ربنا خلقه، حسن جدا هذا الجسد، ولا في وظائف الجسد الطبيعية، كل دي حاجات مقدسة خلقها ربنا. إنما الغريب عن الإنسان الخطية فين؟ في اللي طالع من القلب والفكر. فكر الطمع خطية، فكر الشهوة خطية، فكر التجديف استهانة بالله، فكر الكبرياء، فكر الجهل اللي هو الغباء الروحي.
الواحد مش فاهم ربنا عاوز ايه. السرقة، الخبث، العهارة، يعني كل الإباحيات واللخبطة دي، قال هو ده بقى اللي ينجس الإنسان. خلي بالكم الفريسيين يعملوا ايه، الحاجات دي بالنسبة لهم ما اعتبرهاش نجاسة. عشان كده المسيح له المجد شبههم تشبيه غريب شوية وجميل، قال لهم تشبهون قبورا مبيضة من الخارج تظهر للناس حسن، ومن الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. تعال تلاقي قبور رخام من بره بتبرق، شكلها جميل جدا، بس ده قبر. خليك بص على اللي جوه، تقدرش تقعد بجوه ساعة، جوه عظام أموات ونجاسة. فبقول التدين اليهودي وصل إلى هذا الشكل، يتجمل من الخارج جدا، إنما من جوه لخبطة، قبر مليان ريحة وحش. إنما المسيح له المجد بيقول انت بره شوية وركز بقى جوه، عاوزين قلب نظيف، عاوزين مش قبر، عاوزين قصر يسكن فيه ربنا يسوع، حتى لو كان فقير بس يبقى القلب سما ساكن فيها ربنا، نقية، لا فكر بطال ولا شهوة رضية ولا أنانية ولا كبرياء ولا جهل ولا تجديف، لأن الحاجات دي اللي طلع من الإنسان هي اللي بتنجس الإنسان. معيار مختلف عن معايير اليهود، لكن يجد صدى عند كل الناس. ليه؟ الإنسان الطبيعي يسمع الكلام ده يقول معاك حق يا رب، هو عمره ما كان العيب في الأكل، إنما لما باكل بشهوة زيادة هي الغلط فينا، العيب مش في الأكل اللي على الترابيزة، العيب مش في الناس، العيب في عينيا إزاي بتبص على الناس، العيب عمره ما كان في الفلوس، العيب في قلبي اللي تعلق بالفلوس، العيب عمره ما كان في حاجة بره. المشكلة كلها أنا جوايا إيه اللي طالع مني، هو اللي بيلبخبط الدنيا. ده اللي قاله معلمنا بولس بطريقة تانية، قال كل شيء طاهر للطاهرين وليس شيء نجس. إنما ما فيش حاجة طاهرة للدنسين والنجسين، يعني اللي هو نفسه نجس ودنس جواه ما بيشوفش حاجة حلوة، تلاقي حاجة حلوة قدامه عادية خالص، بدل ما يمجد ربنا يشتهيها بطريقة غلط، بقت اللخبطة جوا، اللخبطة مش برا. الموضوع ده طبعا بداية يعني صدام شديد. بقى من هنا هنبتدي مرحلة في إنجيل مرقس، العداوة اللي جاية من اليهود. بقى خلاص كده الصدام مع الجهات العليا ومع رؤساء الكهنة ومع الكتبة في صميم تعليمهم، وصدام معلن، لأن المسيح قال لهم أنتم مرائين واللي قالوا أشعياء ينطبق عليكم. فكده بدأت المؤامرات خلاص. وعشان كده إنجيل مرقس يتميز أنه بدري قوي بدأ يحكي لنا قصة ألام المسيح. يعني النص الثاني من إنجيل مرقس هيبتدي تصاعد الأحداث بسرعة، وهيركز، ابتدت المؤامرات بقى تشتغل عشان يوصل للصليب. ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيدا. عم ربنا يسوع له المجد بعد عن مناطق اليهود، وكأنه بيكمل السور، عاوز يقول لهم بما اني علمتكم ان مفيش حاجة برة وحشة، عاوز اعلمكم درس اصعب على دماغكم بقى، ان الامم كمان اللي انتوا بقالكوا الف سنة والاف السنين بتحتقروهم، دول بشر، دول احباء الله، دول انا جاي افديهم زيكم، دول بني ادمين وهماش حاجة وحشة. طبعا دي نقلة اصعب، وده صدمة أكبر للفكر اليهودي المتزمت. فرح ناحية تخوم صور وصيدة، يعني بعد عن مناطق اليهود، ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد. راح بيت وما كانش ناوي يتكلم. ليه؟ لأنه لو وعظ في بلاد الأمم الدنيا يمكن تهيج عليه، وفي نفس الوقت هم هناك مش ما يعرفوهوش لسه شوية، ولأنه لم تأتي ساعته بعد، لسه الكرازة للأمم ليها وقتها. لكن هيبان بقى من القصة اللي جاية، ربنا يسوع له المجد يبقى ناوي ما يتكلمش أو ما يعملش حاجة، ويجي شخص زي نازفة الدم كده يسرق القوة والمعجزة بالعافية، وربنا ما يقولوش لا. يعني كأن ربنا ما كانش ناوي يعمل حاجة، هو كل حاجة عارفها وناوي يعملها،
بس أظهر لتلاميذ أنه مش رايح يعمل معجزات في المنطقة دي ومش هيتكلم، عشان إيه؟ لو اتكلم هتيجي الناس تعبير وتبقى شغلانه. لكن نشوف اللي يحصل. فلم يقدر أن يختفي. مين ده رب اللي خلاك ما تستخباش؟ مين اللي كشف سرك؟ لأن امرأة كان بابنتها روح نجس فسمعت به. ست سمعت عنه، دي لا شافته ولا لمسته، ولا هي يهودية أساسا، ولا هي من البلاد اللي تربى فيها المسيح. سمعت عنه من جيرانها اليهود البعيد، فأتت وسمعت انه دخل بيت من بيوتهم او المناطق اللي هي جنب الامم. غالبا دخل بيت يهودي بس على حدود الامم واليهود. وخرت عند قدميه. في انجيل متى يقول فضلت تجري وراه وتزن عليه. هو في الاول ربنا يسوع ساكت، وفي الاخر لما وقف بقت تحت رجليه. خرت عند قدميه. وكانت المرأة أممية وثنية، وفي جنسها فينيقية سورية، من منطقة سوريا. فينيقية يعني لبنان، دي المنطقة الكبيرة. فإيه بيشخص مكانها بالضبط؟ معلمنا مرقس. فدي بعيدة كل البعد عن اليهود وعن تذكرهم وعن معتقداتهم. فسألته أن يخرج الشيطان من ابنته. جيل متى يقول قالت له ابنتي مجنونة جدا، ارحمني يا ابن داود. وأما يسوع فقال لها دع البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. الآية دي من الآيات اللي بتلخبط ناس كتير، يقول إزاي ربنا يسوع الطيب اللي طوب المرأة الخطية وطوب نازفة الدم وقبل كل الناس حتى اللي سرقت منه المعجزة سرقة، وهو جاي عشان الأمم زي ما جاي عشان اليهود، يقول كلمة زي كده؟ في اعتقاد ان التعبير ده كان مثل عند اليهود، يعني اليهود في تزمتهم وكبريائهم يقولوا ايه؟ محدش يسيب اكل عياله للكلاب. والكلاب كانت لفظة مشهورة من اليهودي عن الاممي، يعني اليهودي يسمي الاممي كلب، يعتبروا كده، مش كان متعاملش معاه، بتعامل باحتقار شديد. فربنا يسوع ما بيقولش كلامه هو في المرحلة دي بيقول ما يعتقد فيه اليهود عشان التلاميذ بس يشوفوا اللي هيحصل. يقول لهم مش انتوا بتقولوا ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ هو مش بيقول رأيه، بيقول ما هو سائد، ما هو متعارف عليه، كأنه مثل شعبي بيتقال. قال لها ما انت عارفة ما هو ما ينفعش ناخد خبز البنين ونطرح للكلاب. طبعا الاباء قالوا لنا كمان انه هنا بيمتحن ايمانها، هو عارف بس عاوز يكرمها قدام كل تلاميذه، عاوز يوريهم عظمة هذه المرأة في اتضاعها وايمانها، فشد عليها في الكلام قوي عشان يبين عظمة ايمانها. فقالت له ايه؟ فاجابت وقالت له نعم يا سيد، معك حق، معك حق. يعني ايه؟ يعني طبعا انتوا بهوات، احنا كلاب، معناها كده نعم يا سيد. بس الكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين، مش الكلاب بتقعد تحت الترابيزة يمكن لقمة تقع فيها؟ إيه كلاب كلاب، بس يمكن لقمة تقع. فقال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي، قد خرج الشيطان من ابنتك. ولما قال في متى قال لها عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين. ربنا حب يفرج التلاميذ الأمم اللي انتم معتبرينهم كلاب دول عندهم إيمان مش عندكم. والست الغلبانة الوثنية عارفة قيمتي أكتر من البهوات اليهود اللي عندهم، واتضاعها ده مش موجود عند اليهود خالص، إنها قبل التعبير ده وباتضاع شديد قالت كلبة كلبة بس الاقي لقمة من إيد ربنا. فقال لها عشان هذه الكلمة كما سرقت نازفة الدم المعجزة بلمسة، سرقت الكنعانية المعجزة بكلمة. كلمة قالتها عجبت ربنا، قال لها أنا ما كنتش ناوي أعمل معجزات، إنما كلمتك دي تخليني لازم أعمل المعجزة.
لأجل هذه الكلمة خرج الشيطان، وقال لها مش هيخرج، خرج الشيطان من ابنتك وهي بتكلمه، قال لها روحي شوفي شكلها، خفت دلوقتي، خفت. القصة دي مليانة معاني. الست دي فيها صفات جميلة. أولا إيمان، إيمان بالسمع، هي سمعت بس عن المسيح وعلى السمع صدقت، وصدقت يعني بدون شك، لأن لو شكت لحظة والمسيح قال لها حكاية الكلام دي كانت جريت وسابته أو ردت رد وحش، إنما هي زي اللي لقيت لقيه مش هتطيحها من إيديها أبدا مهما حصل. عشان كده في إنجيل متى نقول لكم فضلت تزن فترة طويلة والمسيح له المجد مش راضي يرد، كل ده امتحان ليها. وبعدين لدرجة التلاميذ نفسهم قالوا له ما تمشيها، ما تمشيها، يعني هتعمل معجزة تقول لها تفضلي بالسلامة بس توشتنا. فهنا ساعتها المسيح أجاب وقال لهم ما معنى مش انتوا بتقولوا ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ هي جت في الوقت ده، هي ركعت في الوقت ده وقالت له ابنتي مجنونة جدا أو الشيطان في بنتي، فقال لها ما ينفعش، كلاب ما يأكلوش من أكل البنين. هي فهم اللغة لأنها أممية وشايفة أن دول يهود، وبدل ما تتشد لكرامتها ويصعب عليها نفسها وتقول رد كده ولا كده، قالت له ماله، ما هو الكلاب بتستنى اللقمة. خرت على رجليها وتزللت ورفضها المسيح أولا ظاهريا، لأنه لا يرفض أحد، ظاهريا كامتحان ليها، ومع الحح وإصرارها وثباتها واتضاعها وانكسارها وتذللها خدت اللي هي عاوزاه لأجل هذه الكلمة. ليكن لك ما تريدين، اللي انت عاوزاه تاخديه. يا ريت عندنا الحاجات. كم واحد فينا يقدر يتقدم للمسيح كده ويقول له رب انا ما استاهلش اكون من ولادك، اعتبرني ولو كلب عندك، انت بتحبني وفادتني ودعيتني ابنك وانا ما استاهلش خالص، ومش هقول لك اديني زي ما بتدي ولادك الكبار سلام ورحمة وخير وبركة، بس انا عاوز لقمة، انا عاوز الفتات اللي بيتمتع بيه القديسين عندك، اديني حاجة من المايدة العظيمة اللي انتم متمتعين بيها دي. فعلى طول يقول لك تاكل طبعا اكل البنين ونص، تبقى من البنين على طول. فقال لها ليكن لك ما تريدين، قد خرج الشيطان من ابنتك. فذهبت الى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش. يبدو كلمة مطروحة على الفراش عكس المعتاد، كانت دايما بتتشنج وبترفص وتقع على الارض، كونها نايمة على سريرها دي حاجة ما كانتش طبيعية بالنسبة لحالتها، فدي اشارة الى انها هديت اخيرا ونامت في سلام بعد سنين من العذاب والغل. دعي البنين اولا يشبعون. ربنا يسوع جاي لليهود الاول، بس هو جاي للكل، الى خاصته جاء، وبعدين وخاصته لم تقبله. طب الحل، اما الذين قبلوه من كل حد اعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.